خيي أنا عايش بلبنان، عندي سيارة ببابان، شبح بالمعاملتين وشارعي عالحمرة كمان، من كترية النسوان ضارب فيي الهرايين. وبعدين ايه روق حبيبي عندي الحل، خلينا نشوف لا يمل. حب عرفكن عشبان، هني صحبي من زمان، بين فلان وبين علتان، هيك بقصة بالألوان، فكروا معنا يا إخوان، شو طبخين هالاثنين. يا عين لا حميم ولا ترغل، حابب تعرف لا يمل. حاطط دش عالبلكون، بضل ميطق بالصالون، حامل بإيد الريمون، عم قلب من هون لهون، وجه بوجه التلفزيون، حمد لله اللي خلقنا هون. لا 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 باردون، خير الكلام ما قال له دل، ولو لا يمال. مين؟ عديل انا عباس. فتح مفتوح مفتوح عباس مفتوح فوق. ايه ما انتبهت، هلك اسلم لي هالصوت احلاش اشتعت له. الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر، اهلا بالكرم اهلا. وحشنا له. شو انا عبس كيف زوزو ابو جراش؟ سلوى لك يا كرم اشتعت لك وانت تحكي فني حبيبي عدول. هيك بالاحضان رئيس، روحوا لها روحوا لها. عم تعطيني اجرك ولا عادل جاي انا من اخر الدنيا لحتى لي سلمي عليك؟ ما لي خصيه شي ليدي. طيب لو قف الزعتونك ولا عادل، حل عني بقى، روح عني لو عادل بلك انت ياكي كمان تعب بالله. دكتور اهلا سلامتك سلامتك خير وفقت. اهلا تفضلوا تفضلوا. مرسي. الورد حكيم. تفضل 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 تفضل. مرسي. مهلا. سوري دكتور. ايه خير؟ ارتاحوا ارتاحوا. تفضل تفضل ارتاحوا. فوت حبيبي فوت. ارتاح ارتاح. سوري دكتور بنعتذر، جايين بوقت متاخر يعني لعندك على البيت، بس نحن هون جيرانك بهالبنايه اللي حدك، وجوزي تعب كتير وما يعني قلت ما بلحق اوصل فيه على المستشفى، من هيك جبته لهون. اهلا وسهلا فيكم. اهلا اهلا فيك. خير خير. شو بي القصه دكتور؟ ايه عم بيلعب كتير. ايه خلص انا بحبني حبيبي. القصه دكتور صعب. ايه انه الاول بجنن. نعم الاول بجنن حصان فرس بتقول. باردون الثاني. باردون الاول دكتور بجنن حصان حصان جوزي فرس. الثاني يعني منيح، مش قد الاول بس منيح منيح. الثالث ببلش يلك بقى. الرابع حليش بدك تشد وشد ابدا ما في مجال. الخامس يعطيك العافيه دكتور لك قوه. ايه مالك حمي نعم اهلك. خير قدي وقت يعني تقريبا دكتور؟ بحدود يعني مش حسب حسب كل مره اذا هو نشاطه يعني حسب قوه جسمه. تقريبا بين ال 30 35 دقيقه. أربعين دقيقه 40 45. هلا غلطنا ب 10 دقائق منيح. 40 45 دقيقه تقريبا. ايه دكتور. طب عفوا بس انه شو صاير عليه يوصل الخامس ب 40 45 دقيقه؟ ما القصه دكتور انه نحن ساكنين بالطابق الخامس وما في اسانسير بالبنايه، فبنضطر نطلع من الاول للخامس مع اجرينا مشي. ليش شو حضرتك شو فكرت دكتور؟ ليش انت لوين راح فكرك حكيم؟ هيك بدك انت بيبروني؟ ايه بيبروني. ليه
الو فلانك بيتزا. نعم الو مرحبا مطعم فلانك بيتزا. نعم سيو مطعم فلانك بيتزا تفضل. بدي اسا مطعم فلانك بيتزا ما هي؟ نعم سيو مطعم فلانك بيتزا. شو بتحب تطلب؟ لحظه بس خليك معي رح تلي حضر الورقه لطلبك. بيبروني قلت لي انت؟ ايه بيبروني. انت بتحب عجينه سميكه ولا رقيقه؟ انا بحب رح اخذها رفيعه. ايه. لحتى اطلب وحده فيجيتيريان لانه بدي اخذ انا طون. ايه تمام. ايه. انت بيبروني شو؟ بيبروني رفيعه. رفيعه؟ ايه. وش بدنا نجيب له وحده بعد له؟ ايه جيب له طقه. ايه. واحد. طيب. معلم عباس. سامر لحظه عندي طلبيه معجوق لحظه صغيره بس هلا بتحكوني. الو. ايه انا معك حاضر. تفضل. بيتزا. نعم سيو فلانك بيتزا امور. إيه بدي اطلب منك عندك رقم البيتزا هات؟ باردون؟ رقم البيتزا هات. روح له. روح لعم بقلبك عمي. ويح. اخ طول بالك يا عباس طول بالك. الله يرحمك يا مرتل يرحمك. رو يا عباس رو. لك شيل ايدك لك يا عادل بدي نفهم من خيري شو بك. ما في منا مرتي بالكون كانت يا عادل الله يرحمها مثالية واخلاق عالية نادري حالها لجوزها ولولادها. لك يا بنت الحلال ظهري لك شي ظهرها ما بتظهر. لك روحي شوفي اهلك ما بتروح تشوفها. بعد بركي بدك شي انت يا حياتي بركي انت عزت شي بغيبتي يا عمري. ضل قعدي بس احد بس احد يا عادي رؤي عم بس احد. طول بالك يا عم العود بسلامتك. العود بسلامتك. الله يسلمك. كانت ست ستات والله. الله يخلينا كانت ست ستات. العود بسلامتك. الله يسلمك. تفضل انت لك رؤي عم بس كلنا رايحين. أكيد تروح ولا تجي ما بيروح على الطيب يا عادل ما بيروح على الطيب. شو بدنا نعمل؟ ما بيروح على الطيب. رؤي خي ما تعمل بحالك إيه. عوالي بسلامتك. الله يسلمك. عوالي بسلامتك. الله يسلمك. كنت ست حنوني. الله يخلي لك. أطلع يا خي. رؤي خي رؤي خي رؤي عبال. شو بدي أعمل يا عادل؟ شو بدي أعمل؟ ما بدي أعمل. عمي تركتني وراحت ما إلي غيرها. مش أنا بتدفينا وديري بينها على العائلة وعلى الأولاد. وضع سلامتكم ان شاء الله بتسلم. الله يسلمك. فعلا كان صدره رحب وطويلة البال. الله يخليك ان شاء الله بتسلم. تفضل يا اخي. تفضل. بعاتي استمعنا الوحده بتروح بتشتري غراض بتجي. لا هي ماشي. لا ماشي هذا اللي مجنني ماشي. لك ماشي يا جماعه. عوض بسلامتك. الله يسلمك ما توخذني خيالي محروم. جنن فظيعه. الله يخليك يا رب. اخ يا عادل اخ عباس ما ابرم الهند والسند ما بلاقي مثله يا عادل. هول اخوات مرتك ما هيك؟ مين؟ اخوات مرتك؟ لا عادل اخواتك. شو؟ اخواتك؟ اخواتي انا؟ لا ما بعرفهم. مش اخواتك ولا اخوات مرتك؟ لك ما بعرفهم لا بيعرفوني جايين يعزوا يا عادل بحبيني كتار. هي مرتك المرحومة الله يرحمها شو كانت تشتغل على المظبوط؟ ما كانت تشتغل أكيد. أنت
اكثر شعب بالعالم ما بيغلط هو الشعب اللبناني. مستحيل يغلط. انت افهم منه، اذكى منه، بتعرف تزين كلمتك اكثر منه. روح وين بعدك وتعا خليه يعترف انه غلط. انسى، ما بيعترف لانه ما بيغلط هو، انت اللي بتغلط. والجملة يلي ما ممكن تسمعها من اي لبناني، اي مواطن لبناني، جملة كتير هينة وبسيطة وبتخفف عن الاهم ومشاكل، هي كتير بتقول انه بعتذر انا غلطت. مستحيل تسمع انه واحد يجي يقول لك بعتذر انا غلطت، لانه ما غلط هو، انت غلطان. اذا جاي مع السير معه حق وبعكس السير معه حق، واذا اثنين لبنانيه جايين واحد مع السير وواحد بعكس السير، خربت. مين معه حق؟ مين ما غلط؟ اثنيناتهم ما غلطانين، لو ما بيتشارعوا. شو هيدا؟ من اي نوع عالم انتو؟ بعتذر انا غلطت. كذابه، انت مش عم تقوليها من قلبك. لا يمال. لا يمال. هيدي هلا شو بنعتي يعني؟ هذا شاطر فيهم، هذا جوميز. جوميز هيدا؟ ايه شاطر فيهم. يلا كاسياس. أيوة. كاسياس جوميز. بتقلي جوميز؟ لا هذا اللي عم يشوط عادي. ايه. شو ليك ليك ليك. هو عم. لحظة. روح. يلا يلا. روح. يا وي يا وي يا وي يا وي يا وي يا وي. كاسياس هذا. كاسياس الدولار. أحلى حارس مرمى هذا. يه. خليل بابا شو عم تعمل؟ خليل ماما اترك ريموت من حد. اعطينا هون، اعطينا ريموت لهون. خليل 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 بابا شو عم تعمل يا حبيبي؟ خليل رجع رد الفوتبول. خليل ماما. خليل بابا عم بحكي معك انا. يا جماعه لحظه لحظه، شو بكن انتوا؟ لحظه خليل. لا لحظه لحظه عادل، شو عم تحكي انت؟ شو عم مع مين عم تحكي؟ خليل بابا. عادل ما تضلك 3 ايام تقول له خليل ما راح يرد عليك. ليه بقى؟ لحظة هلا خليك معي. سلام. نعم حبيبي. وطي لي الصوت، وطي. اوكي حبيبي، روح على اوضتك العب هونيك. ليك مع احلى رد. نعم عمو راح. سالم اسمه مش خليل؟ الكل ساعة بتقولوا له خليل. سالم اسمه؟ ماني مذكرة. ليش هالعيلة انت؟ ليش الله هيك مضيتيها معه؟ ولي عليك ولي عليك، ما انت قاطع منه كمان. الله لا يوفقك ولا يوفقك. قلت له خليل انا. انا كمان ليه دخلك؟ ناسين اسم ابنك؟ بونجور حياتي. بونجور حياتي، وينك لهلا؟ لشو تاخرت هلا؟ لك عم بعمل رياضة الصبح شوي شوي. يا بتضلك انت تنبلي انت هيك دخلك، قومي اعملي رياضة. ما فيك الا عم تقري عم تقري عم تقري. انا بمرن عقليتي حياتي. عقليتك؟ ايه. بدي افهم شو بتمرن انت؟ انا بمرن بطاطي. ايش رايك هيك؟ شو رايك بهالبطاط هيك؟ طلعي طلعي، هاي وحدة. يا شوف دسيها دسيها. شو هيدا؟ ليكي هي الثانية، ليكي هي الثانية. دسيها دسيها بجنبك. معقول؟ ايه طبعا. شو رايك بالبطاطي؟ ياخذوا العقل. خرج الحشو رز. عم تمزح؟ لا مش عم بمزح. عن جد؟ لا شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ يا مجنونة. هيدا مطرب بغني طرب أصيل. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليل، بتقول وتعد لي مين وبتشكل ده وده، الناس المغرمين ما يعملوش كده، دول مهما تقلموا بداروا ويكتموا ولا يوم يتكلموا، ويشمتوا العدا الناس المغرمين ما يعملوش كده.
وهيدا مطرب بغني الأغنية الدارجة. حبيتك ما حبيتيني ولحقتك ليه ما لحقتيني، حبيتك ما حبيتيني ولحقتك ليه ما لحقتيني، انطرتك تحت الدين قولي تعيش زبلتيني، وانطرتك تحت الدين تعيش زبلتيني قولي تعيش زبلتيني، قولي تعيش زبلتيني قولي ايه ايه قولي يا ليلي يا ليلي يا ليلي وبآخر السارة هيك بفل المطرب بالدارج. رد 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 هلا معلم. قلو قلو مشغول. قلو مشغول هلا المعلم، خلص حفلة ومشغول كتير. أما المطرب الأصيل سيرفيس على راس النبع؟ لا بعطيك سيرفيسين. طيب لا عليك لا لا. سيرفيسين؟ لا لشيل مشي يلا. رص الله رزا الله. عم ابو رياض اهلا. شو لشو عم تقول رزق الله؟ اه لشو عم تتنهد وتقول رزق الله؟ كيف لشو عم تتحسر؟ شو تذكرت من ايام زمان اللي عم بتقول رزق الله؟ عم بعيط لرزق الله ابنه القديم بالدكانجه. خلي رزق الله. ايه حبيبي لك طلع له وقيت بان ونص كيلو سكر وقال له لأبوك عيدهم على حساب حمل تنورك وتنوره. ايه حبيبي ايه تشربي قهوة؟ ايه بشرب بعد قهوتك طيبة. ايه بس مش اطيب منك. قربي شربك قهوة تعي. ايه عمو ابو رياض فوت. انا عدول. انا العبس حبيبي. شو ليه ما عم تطلوا له لك زمان؟ في شغل قربنا ومين شغله. كم معلقة سكر عدول؟ 2 عبس بليز. اوكي حبيبي. ليك عادوا جابوا لك السندية؟ ايه ايه هدي هذا لك رئيس. حبيبي عادل اهلا وسهلا. حاضروا هذا الفيلم انت؟ ده عم تحكي جهد؟ شوف شو بيعمل بالاخر هذا بنو محتاج. ما طب تخبر القصة كمان. طب ما خبرك ايه بس شوف احضره. ما عندك شيء الليلة؟ ليك 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 هون ليك يا عدول. يا حبيبي مفارس كيف ولو؟ سلم عليه. الله يسلمك. لحظة لحظة شو؟ شو عم تعمل؟ عم تعب حالك يمكن مو بعرف. ليه؟ شو هاد؟ لحظة لحظة ايه؟ شو؟ اريح لك اولاد؟ طبعا شراب. لا شراب ساعة بتحط شو اضبط. ايه بدها شوية سكر بقى. عم بقلبك. شعب بالعالم بيحكي سياسي وبيفهم سياسي هو الشعب اللبناني. لك كلنا مع بعضنا مجموعين بنفهم سياسي اكثر من المسؤولين اللي عنا. لا وتعشرعونا ما بنتشارع لان نحن بنفهم كثير منيح. ما عاد يشارعنا بالسياسه. مش معقول. انا برايي بلكي بنشيل المسؤولين بنحطهم محل الشعب يعني نحن ونحن كشعب بنقعد محل المسؤولين.
نشوف شو بدنا نعمل. خلصونا ما عندكم شي تحكوا شي عنه غير السياسة. بحفر طرقات بيحكي سياسة، طراش سياسة، النجار سياسة. حكوا بالسبق، حكوا بأي شي. بطاطا، حكوا بالبطاطا. طيب البطاطا خرب زوقكم، بخي اعطوه خبزكم للخباز لو اكل نصه، والقاضي راضي. تخفوا وجع راس، سكتوني. لا يمل. لا يمل. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك، تفضل مسيور. دخلك قالوا لي هون بالمنطقة في محل بيعمل بيتزا كتير طيبة. ايه صوت مسيور، نحن فلاينج بيتزا أطيب بيتزا موجودة. ايه بعرف، معي خبر. بس قال حدكم دغري في واحد بيعمل بيتزا كتير طيبة. أنت حكيت لي قبل شوي على التليفون؟ ايه. أنت بلا فهم بالمرة. ليه؟ روحوا ليه؟ روح من هون، روح ظهر. لا ما بصدق، امبارح بعده ميت جوزه. بعده شي ميت امبارح ولابسه هيك الوان. هيئتها جنت بالمره، هيئتها رولا قد ما بتحبه بطل فيها، فرطت على الاخر. يا حرام رولا حبيبتي، روق شوي. ما ميت جوزك امبارح، معقول هيك عم تصرفي؟ ما حدا بيضحك، شو رح يقولوا الناس عنك؟ ما انتو مش عارفين شو في. شو في؟ شو القصة؟ أنا هي أول مرة بحياتي بعرف وبتأكد وين راح جوزي. دم 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 دم. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج من سيربح المليون. معنا اليوم من لبنان ضيف عزيز بحلقه خاصه من برنامج من سيربح المليون. خلوني اعرفكم عليه. نجم، ضيف عزيز، موهوب، ممثل كوميدي اصبح اسمه على كل لسان وشفاه. انه الممثل عادل كرم من لبنان. رحبوا معي فيه. اهلا وسهلا فيك استاذ عادل. خبرني استاذ عادل، كيف كانت رحلتك من بيروت للقاهره؟ متعبه شوي استاذ جورج، ولكن انه انقضت على خير. كنتوا مرتاحين جدا. عادل كرم من لبنان، متزوج وعنده صبيين وبنت، الله يخلي له اياهم. استاذ جورج. نعم. انا ماني مجوز. مش متزوج؟ لا. عفوا استاذ عادل، لانه اخذ لساني، انا بتعرف بالحلقه اغلب المتسابقين بيجوا متزوجين، صبيين بنت، بنتين، صبي، يعني معلش بعدين الحق على فريق الاعداد. عادل كرم، بعدين دخلك ليش مش متزوج انت؟ عامل ندر. اهلا وسهلا فيك بحلقه جديده من برنامج من سيربح المليون. أعصابك كيف عادل؟ أنا موتر شوي، تعرف القعدة بوجهك هيك بتوتر يعني. الله يخليك عادل. ما في تشنج؟ شوي. أعصاب حديد؟ نعم حديد. منبدأ مع عادل كرم من لبنان ورحلة موفقة إلى المليون. عادل، أنت ومين جيت من لبنان؟
بصراحة سي جورج أنا جيت لحالي، ما حبيت أجي مع حدا، يعني ما حبيت يجيب معي حدا وتلبك، يعني أنا إجمالا بس سافر بحب روح لحالي، وعلى برنامجك بالذات حبيت أجي لحالي. عدولة مين هذا أستاذ عادل؟ هذا واحد سائل أستاذ جورج، ما بعرف بيلحقني وين ما كان بيطلع لي مثل شو جابك ولا سائل أنت؟ أنا جيت لك عدولة بركي بدك تستعيدني صديق. عم بيقول جماعك عادل ما بعرف لحقني يا استاذ جورج الله لا يوفقك بعدين انا بصوت لك مع الجمهور عدولة اذا نبدا حلقتنا اليوم مع عادل كرم من لبنان ورحله موفقه الى المليون لا 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 استاذ جورج دخيلك انا رحله موفقه الى الخارج انا ممنونك على كل دخيل اجري خليني فل انا بشكرك على كل حال استضفتني ببرنامجك الله لا يوفقك يا سائل كنتم مع الفنان عادل كرم من لبنان ومثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين الحلقة ما تمت نظرا لوجود أحد السؤلاء كما يدعي عادل نلتقي بكم بإذن الله بحلقة قادمة من برنامج من سيربح المليون طم 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 الشعب بنق من مسؤولين وبيشتكي منه هو الشعب اللبناني وبيرجعوا بينتخبوا بنقوا منه كل السنة وقت الانتخابات بيرجعوا وبينتخبوا وبيضلوا ينتخبوا ومدري قد ايه لهم بينتخبوا ومدري قد ايه لهم بنقوا عليه وبيشتكوا منه طب يا نقوا منه واشتكوا وما تنتخبوا يا ما تنقوا وتشتكوا وانتخبوا واحدة من الاثنين كتير هيك لانه لا يمال لا يمال you
قريب. سبقوا مروان، سبقوا 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 سبقوا. روح بلال، روح بلال. خفف 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 خفف. نزل 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 عرفان، نزل عرفان. قرب قرب بلال، قرب بلال. قرب قرب. روح عباس. بلال نزل، قرب قرب قرب. انا عند الفان. خلص بعيدة بعيدة. نعمل كارت على عباس وكيف علي. اوكي حط علي مروان. جا علي. هاي بتبلش. طيب اوكي جاهزين. اوكي روح عم بضحك. اوكي رول. الله يرحمك يا مرتي، الله يرحمك. رو رو طول بالك انت. شو شو بدك تشيل ايدك؟ بدي ناف. اوكي يلا استنى. ما شفت مثل بحياتي يا عادل، ولا بشوف مثل بحياتي يا عادل. ما أمره بالدنيا كل حمل لك مبلغي مثله. هم بيته وولاده يا عادل. هون مين أخواتها؟ لا ما أخواتها. أخواتك؟ أخواتي أنا؟ لا ما بعرفهم. دي كيف فايتين؟ يلا قول. عم تطلع.